فاهم ازاي يحمي نفسه ويحمي الزين. قالوا عنه ان هو كان اي حاجه موجوده على الارض على بعد فكان هو بطلقه واحده يصيب الهدف ويفجر العبوات الناسفه الموجوده في الارض بطلقه واحده. رغم انه كان مشغول في شغله بس عمره في حياته ما كان بينام غير لما يسمعني يتصل عليا بالليل حتى لو امتى. ادق التفاصيل بالنسبه لي اللي كانت حاجه ممكن تبقى بالنسبه له تافهه لا كان بيسمعها وباهتمام. بعد رامي ما فيش لا طعم ولا لون للحياة معايا. رامي كشخصية محبوبة للغاية. وكنت حتى لو اختلفت معاه او اي حاجه من حصل وتبص في وشه تجديه مبتسم تنسى ان انت غضبانه منه او زعلانه منه. كانت امنيته وحياته وكل حديثه انه يكون ضابط بالقوات المسلحه. راح سينا بعد رجوعه من الكونغو لأنه كان قائد قوة حزب السلام، فرجع سنة 2014 دخل سينا 2015 قائد للفرقة للكتيبة 103 ساقة الموجودة بسيناء بالضبط كده في العريش. رمضان اللي قبل اللي استشهد فيه رامي كان في بقى قائد كتيبة هناك استشهد وكان معاه وكده، وأنا عرفت لما سمعته هنا فبقول له ده الدنيا شكلها. قال لي ولا قلق ولا حاجه عادي دي حوادث بتحصل في كل حته. هو كان مطمني قوي لدرجه ان انا فاكره انا عارفه كانه هو في حته غير اللي فيها الكلام ده من كتر انا ما مصدقاه، وان هو يعني عادي معايا بيخرج ويتفسح ويلعب مع اولاده وعايشين حياتنا طبيعي جدا. الخبر زعل النت يعني هو اتنشر على النت استشهاد قائد الكتيبه من غير انا ما اعرف. اتصلت اختي بيا بتقول لي رشا هو رامي كلمك النهارده؟ قلت لها لا بس عادي يعني رامي مش كل يوم بيكلمني، في اوقات كتير بيعديها مثلا على بالليل او كده، وخاصه ان هو كان قايل لي من قبل ما يسافر انه عنده شغل فممكن ما يعرفش يكلمني. ليه يا شيماء في ايه؟ قالت لي مش عارفه رشا اصلهم بيقولوا في تفجيرات في العريش. قلت لها عادي يا شيماء ما على طول في تفجيرات، يعني كان في جت فتره ان دايما في مشاكل وتفجيرات في العريش. قالت لي قلت لها ايه المشكله؟ اول ما فتحت الفيس لقيت خبر استشهاد، قعدت ارن عليه بجنون على رقم تليفون. بعدها بشويه قالت لي طيب ده بيقول هو مصاب. قلت لها مصاب يعني مصاب ازاي يعني؟ قالت لي بيقولوا كويس بس عنده اصابه. انا مش مصدقه، انا كل ده على امل ان هو مثلا اتصاب ودخل عمليات او كده. رنيت عليه ما اقولكيش قال يجي 1000 مره. فنزلت لقيته بقول له يا محمد في ايه؟ هو رامي جاي؟ قال لي جاي. قلت له جاي ماشي، جاي حي ولا ميت؟ قال لي بس المهم انه جاي بس. فبعد كده خلاص لقيتهم بيقولوا قال لي جاي. لقيت اخته بتقولي البقاء لله. هو دايما لما كنا بنتكلم على شغله كان يقول لي يا رشا انت مش مقدره ده، والله يا بنتي ده انا اسطوره في الساقه. رامي كان دايما بيفصل ما بين البيت. انا حتى بعد استشهاده الله يرحمه واللي سمعته انا كنت بستغرب هو ازاي قادر يفصل قوي كده ما بين الشغل والبيت. يعني شخصيه الشغل تقريبا يعني قد ايه هو كان قوي والناس بتقول ان هو كده، في المقابل في شخصيه البيت قد ايه طيب وحنين وعطوف وقد ايه كان معايا يعني زوج مثالي بيخرجني بيدلعني انا والنورسين، لان دارين حبيبتي لسه قلت كان عندها 5 شهور ما لحقتوش قوي، نورسين هي اللي لحقته شويه. وقد ايه كان بيتعامل معاها يعني كانه قدها،
كان لما كنا نروح نجيبها من المدرسة يدخل بيها، يطلع لي شايلها على كتافه يقعد يلعب معاها. بعد استشهاده بقى لكل زمايله وكل الناس حتى اللي اتعاملوا معاه مجرد معاملات عادية، قد ايه كانوا بيقولوا لي هو قد ايه كان انسان وقد ايه كان يعني عارفة يعني بجد الناس يعني جانب شغله ده وشجاعته في شغله ده، لكن هو كإنسان إنسان بجد مع الناس. أنا ده يفرق عندي بجد لما حد يقول لي إن هو إنسان فعلا بمعنى الكلمة ده، يعني دي بحس إن هي حاجة بطل وفي شغله وشاطر. في ناس كتير بتبقى شاطرة في شغلها بس إنسان دي مش في كل الناس عندهم الصفة دي. الشهيد رامي حسنين يعني ليه يعني أول حد استقبلني في الكتيبة، أنا مجرد ما ترحلت مدرسة الصاعقة ورحت على المطار كان هو قائد الكتيبة بس ما كانش موجود في المطار، المطار ده كان مؤخرة الكتيبة، فكان بيجي كل مثلا يومين ثلاثة كده كان يجي يبص على الرجالة عاملين ايه الرجالة ويرحب بينا، فكان وشه سامح جدا، وشه أبيض كده وعلامة الصلاة موجودة في وشه، وكان دايما بيحب يخاطب العساكر كلها السنة والسنتين والثلاث سنين كلهم فئة واحدة. قضيت معاه فترة مش قليلة طبعا وحضرت استشهاده للأسف مع الشهيد محمد طه، لكن الفترة اللي قضيتها معاه دي يعني حسيت قد ايه هو كان انسان جميل جدا، يخش يطمن على العساكر ان هم اكلوا اتعشوا وفطروا لعبوا لياقة ولا لا، وكان بيطلع معانا طابور لياقة بنفسه، مكتبه كان دايما مفتوح لاي حد يقدر يخش لو عنده ظرف او عنده مشكلة، وفي قصص كتير جدا حقيقة لو سألت العساكر كلها هيقول لك هم قد ايه المقدم رامي كان دايما بيسبورت وبيقف في ظهرهم جدا. قيل لي انه كان في مجند يسمى محمد طه من الصعيد كان يحب رامي حب شديد، فكان في هذا اليوم اللي هو 29/10 كان أخذ تصريح بأجازة، ولما عرف إن الضابط بتاعه رامي طالع في مهمة رفض النزول وركب معاه ولتكملة المهمة بتاعته، وما كان منه إلا إن استشهد معاه. في الشهيد رامي برضو كان علاقته قوية جدا بمحمد، يعني كان بينهم هما الاتنين حاجة كده علاقة غريبة ما تفهمهاش. احنا عندنا في الكتيبة أغلب الأوقات تخش تلاقي الناس مش معلقة كتفات، ممكن تخش تلاقي رامي ومحمد قاعدين مع بعض فما تبقيش عارفة مين فيهم إيه الرتب، طب ده ظابط وده اللي هو ما تبقيش فاهمة. هو كان دايما قاعد معاه السيد وزير الدفاع وقته كان بيقول رامي الشهيد العظيم رامي حسنين العظيم الشهيد رامي قاد الكتيبة 103 صاعقة، بينزل متأخر عن ميعاده دايما. ليه؟ لأنه كل يوم بيبقى بيقدم روح لبلده. أما بينزل الأجازة كلمه قائد قوات الصاعقة قال له لو سمحت يا رامي أنا عايزك تيجي بس في كتيبة داخلة تنفذ معاكم حق الشهيد، فلو سمحت تيجي تقعد بس معاها تتكلم معاها. قعد مع الكتيبة دي يومين كاملين من الصبح لبالليل، هو بيبقى محتاج ثانية عشان يقعد جنب مراته وولاده. انا كل حاجه جات لي واحتفظت بيها. الموبايل على فكره هو متدشدش بس احتفظت بيه. فنجان هو كان دايما حاطط فنجان في العربيه بيشرب فيه قهوه ومسافر، فنجان القهوه والبن بتاعه عندي، الساعه بتاعته، السبحه، طبعا الافارول وكل هدومه. طبعا البيت دي موجوده في مكان انا ما شلتش حاجه، دولابه زي ما هو زي ما سابه، فانا مش حابه ان حاجته تتشال ابدا. حي حوالينا والحاجات التانية دي انا محتفظه بيها كلها، التكريمات بتاعته، الميداليه بتاعته اللي كان واخدها في الرمايه ايام ما كان في منتخب مصر الرمايه، كل حاجه موجوده عندي في حضن نورسين ودارين. بحس ان انت موجود حواليا وان شاء الله ان شاء الله يكبروا ويكونوا كويسين، واحس ان انا ساعتها يعني عملت اللي عليا ووصلتهم لبر الامان، ويكونوا ان شاء الله يعني خير خلف لخير سلف باذن الله. القائد رامي كان اسمه على مسمى، هو اسمه رامي، هو فعلا كان رامي، كان بيرمي يعني بسلاحه اي شيء ممكن يهدد امن مصر. يقول له يا رامي عشت راجل ومت راجل يوم ان دفنت ودخلت
المقبرة للعائلة لتاي البرود، وكنت أنا أبوك أعدها لي، أعدها لي، ولكن سبقتني ودخلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم عند ربهم